عندنا ربع مراكز بريد، منهم مركز رئيسي انعدام لموزعي البريد في هذه المراكز. يعني شحال عندنا نسم هنا في حسبابه؟ ثانيا يسكرون يوم الجمعه، يوم الخميس والجمعه، خميس مساء والجمعه انعدام. شغل ما كانش لاكارد، مثلا واحد يسحق الدراهم ولا حاجه ما كانش هي بعبه. ثانيا التسيير شغل مثلا اكتفاف، نروح نشوف اروح هنا 20 في الشهر، شوف شو اللقاشي، شوف معاناه تاع القاشي هنا بعبه. بعبه معناها موزع كاه، معناها انعدام تام للبريد في حاسبه. بالنسبه لقطاع البريد عندنا تقريبا معدوم، بلد دايره فيها 120 الف ساكن ما فيهاش ولا موزع بريد واحد. هني حتى الناس تنقل حتى البريد. شوفونا برية، انا هاني جاي درك على برية، راه عندي بالك 3 شهور ولا 4 شهور. كي نسقسي ليه في الخارج يقول لي انا بعثناها هنا، يقول لك ما كانش. مانيش عارف راه المشكل، حنا نطلبوا موزع بريد برك. قلت لك بعبح في المستوى لاباس بهم، دراهم كاينه، الناس عادي، كان حتى واحد شكا منه وفات من اللور. مانيش عارف برك تشوف الرسائل في جهه الوزيره. هذه جديدة، هذه ما واش نعرفوا فيها؟ شكون اللي يعطي القطاع تاعك؟ لاباس به. يعني راك تشوف الخدمات نورمال نورمال، والعقد ولا بليبار تاعهم قاعدين شباب عندهم الاخرى، ولي عندهم اقدمية تالي فيهم عندو 15 سنة 16 سنة. بصح نورمالمون يزيدوا الموظفين ناقصين. بالنسبة للبريد قلت لك لاباس به، ما كان حتى مشكل. لا تنات انا عندي شحال معلومات ليها، بصح على حساب الشباب قال لك لاباس. قطاع البريد في مدينه حسي بحبح عرف تذبذب كبير جدا، خاصه التدفق الرديء والسيء للانترنت مع الالياف البصريه الجديده. كنا نطمع ونامل انه كي تجي الانترنت الجديده هذه الالياف البصريه تكون فيه تدفق عالي، ولكن اللي لاحظناه هو العكس. وانا منذ قليل كنت في المصلحه هذه تاع الوكاله التجاريه لمدينه حسي بحبح، حيث جيت باش نريكلامي في الحقيقه على قضيه الانترنت. اما فيما يخص الكارت مانيتيك سمعنا عليها فقط، ولكنها غير موجوده في مدينه حسي بحبح. وكذلك لاحظوا الاكتظاظ في مراكز البريد على الجزائر. تم نقول لك شو نقول لك خويا، قطاع ديما تتقطع علينا الكونيكسيو، فهمت؟ ماهيش لي قال الحاجه قادره، فهمت؟ ولا بوست ثاني لاباس نورمال، نلقاو رواحنا فيها نورمال. اما الاتصالات ودي ابشوش، فهمت؟ معامله ناقصه ثاني. رساله نوجهها الوزيره، نقول لها ودي الاتصالات الجزائر ودي سقميها نور على الاتصالات ناقصه نزهه. قطاع البريد في حاسي بحبح الخدمات مش متوفره زين، ثقال في الانترنت تتقطع، حي مهم مش مريقله، لذلك ما ربي يسهل خلاص. ماذا بها تزيرها؟ مش معناها الخدمه خشرها، حي مهم مريقله، الانترنت طول تتقطع هنايا راك نشوفوا فيها. ممكن نشوف فيها كاع ميش، شوف فيها كلش قاشي كاميرا يزهق منها، كل واحد راهي يشكى منها، كل واحد راهي. راني نشوف في حاله ماهي مريقله في بلديه حسي بحبح، لا من قطاع البريد ولا من قطاع البلديه ومن قطاع الاشغال ومن قطاع كلش. راه البريد راه احنا ماذا بنا اي وزير وزيره ولا اي وزير يزورنا هنا يشوفنا بعين الاعتبار ويشوف هذه الحاله اللي راه فيها الشعب ويشوف فيها مش قاريه. هذه هي الشعب راه كام راه يشكى، لا من طرقات ولا من بريد ولا من كلش. اللي يروح البريد راه يخرج يزهق، ما شفتش انا واحد دخل البريد وخرج قضى صوالح وخرج باب صوالح. اللي جميع من يخرج يشكى، واحد يقول لهم قالوا لنا صوارد ما كانش، واحد يقول لهم اي حاجه يدخل عليها يقول ما كانش. انا مش فاهمين كاع راه طول الفوضى نايضه كما هكذا في هذه البلديه. يعني في لحظه تلقى المعاملات بالنسبه كاين معاملات زينه كاين معاملات شوي. شنو الرساله توجه للوزيره؟ نعم. رسالة توجه وزيرة البريد راجل حسب بعضها، شنو رسالة توجه؟ نوجه الهم هذا بان يقوموا بالشعب هذا، يقوموا به، يلقى الوسائل اي وسيله يلقاها ان شاء الله وز، ما يتعطلش ما في كذا في امور، سورتو في امور تاع لابري تي كام. بعض الاحيان يقول لك هذا راه ما دخلتش، هاي كذا هاي كذا هاي كذا، هاي الحوايج هذه لازم مطلوبه للشعب هذا تاعنا.
ونوجهوا ان شاء الله يهديهم ربي ان شاء الله. العمال هذو كاين اللي ما راه ماشي شويه هاك، ربي نطلبوا لهم ان شاء الله يهديهم ربي الخير ويقوموا بالشعب هذا تاعهم. الله يبارك، لا باس به، محتار من الوقت يدخلوا مع الوقت ويخلصوا الناس كل واحد في بلاصته والحاله سايره والحمد لله. والبريد ينظموا شويه وفروا لنا سعي البريد وفروه شويه ما كانش زائر دائما في حاسي بحبح، والبريد كبقيه القطاعات الناس تأدي في مهامها، وخاصة قضية العمال كان نقص العمال، وثاني قضية القاعة لازم تعود متسعة بهذا الحجم نتاع القاعات غير لائقة. فهمت أنا يكون الزبون داخل هذه المؤسسة، وكذلك فهمت لازم لها يعود لها نظام خاص. وثاني مشكل الطوابير هذه اللي راها ترهق الزبون دائما، اشاك فوا لاشين اشاك فوا لاشين، هذيك معناتها الواحد يجي يدي في دراهمه وكل شيء تصرى له مشاكل يبقى ساعات. هذه الدراهم يقول لك الريزو ما كانش وكاين تخلص الناس بلا، والعكس الانترنت راه كامل الناس تخدم به عادي ما كانش لا عنده مشكل. الرساله توجه للوزير راه عاد كمل يومها شنو؟ فاش؟ الرساله توجه للوزير. الوزير نقول له راه كلش ما شاء الله. نطلب من معالي الوزيره انها تاخذ بعين الاعتبار هذه الولايه على انها من ناحيه الكثافه السكانيه ومن ناحيه انها تتوسط الطريق الوطني رقم واحد ومن ناحيه عن هذا التوقيت لانه فيه سياحه هجره من الصحراء للجزائر، وبالتالي الخدمات تكون جيده من ناحيه السيوله ومن ناحيه كل شيء. اضافه الى ذلك من ناحيه المشاريع تاع الاتصالات اننا نلاحظوا المقاولين في حد ذاتهم كي تم المشروع الفضلات اللي يخليها المقاول في حد ذاتها انه تبقى مجموعه في الشارع، وبالتالي تعطي نظره على البلاد نظره سيئه. كاين حلول يعني وقتيه نعملوها بالتعاون مع سياده الوالي اللي راح يعطينا محلات تستعملها بريد الجزائر في انتظار انجاز مشاريع مكاتب بريد جديده، وراح يكون مناصب شغل جديده خاصه بالولايه لاجل تدعيم كتلة العمال. وبالنسبه لمشروع بنك البريد، المشروع راه في قيد الدراسه وان شاء الله يخرج عليه قريبا باذن الله. معالي الوزيره مستوى الوطني في قطاعات، هل هناك اجراءات لحد من هذه اللوائح؟ بالتاكيد القطاعات في اتصالات الجزائر عندها سببين، يا اما الالياف النحاسيه اللي راهي قديمه اللي لازم راهم يجددوا فيها بالالياف البصريه، وكاين اشغال على بالكم الجزائر راهي الله يبارك في كل مكان كاين بنايات جديده كاين مدن جديده، وين ما كاين اشغال كاين ديزاكسيدون، وهذه أشياء تحدث. واتصالات الجزائر راهي معولة على الشباب يساعدوها شوية في أعمال الصيانة.